ضربة أرضية، ضربة جوية، المهم تأتي الأهلوية، هكذا يتمنى الربان الإسباني جريدو. ولكن مقاتل ستيف، رجال ستيف، لاعب ستيف، إصرار ستيف، العالية ستيف، يقاتلون على كرة، آخر كرة وصعبة جدا، توزيعها وصلت، كرة مشات، كرة جات، والحارس والتعادل، التعادل عودها، مش ممكن قتلونا، مش ممكن، الله الله يا الأهلي الله، مش معقولين، مش معقولين بالمرة، عماد متعب عودها في الدقيقة 94 ضد الصفاقسي، ضد سيوي سبورت، ضد وفاق ستيف. مش ممكن، ما فماش فريق يلعب لاخر لحظه وكتب تاريخ وحول وجهه كوس مثل النادي الاهلي. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. الشياطين الحمر يتشيطنوا في استاد شاكر ويخطفون التعادل. ونذكركم بهدف ايضا ضد فريق قدير في كاس الكاف اللي ترشح لها الاهلي بهدف دقيقه 94. مش معقولين، مش ممكن على هذه الاسطوره الاهلاويه، لا يستسلمون، يلعبوا لاخر لحظات. ربك يحبهم والكرة تحبهم وهم يحبوا أنفسهم ولذلك دائما يفوزون. مش ممكن، مش ممكن. 10 ثواني ما زالت، 10 ثواني ما زالت. المتعب العمدة بشارة القائد يقود الأهلي لأغلى أهدافه في السوبر. أي هدف هو الأغلى؟ أي هدف هو الأشرس على الخصوم؟ أي هدف هو يتصف بأنه قاتل؟ هدف آخر في الدقيقة 94. مش ممكن، مش ممكن. سنوات تمر، سنوات تتكرر. بالحق الآن أعتقد أكثر في روح الفانيلا الحمراء، في بركات القميص الأحمر يا الأهلي، في أسطورة اسمه النادي الأهلي. سيناريو غير مرتقب بالمرة هشام، غير منتظر حتى من جمهور الأهلي. يقول لك لا، ليس كل مرة تسلم الجرة، لكن كسروا الجرة بهدف التعادل عن طريق العمدة. تفضل هشام.